Ranvir? 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 Ranvir؟ طب انت منيح؟ صاير معك شيء؟ لا تاكل هم انا. كل شيء تمام. شو بقى ايدك؟ لا تقلق، ما فيها شيء بابا. انت خبرتني على التليفون انه كل شيء تمام بقى. شو مشان ايدك؟ شو صاير لك؟ روقي رح احكي لك كل شيء. شوفيني، ليكني واقف قدامك. هالشي ما بيجاوب على سؤالي. سندورا مع حق يا رانفير، احكي شو صاير معك ومن شو ايدك هيك مجروحه. ايدي ما فيها شيء عمي، بس رح احكي لكم شو صار. وآخر شي رانفير البطل ضربهم كلياتهم وخلاهم ينهزموا وينقلعوا. وبالمناسبة أنا بقتل أي حدا بيحاول يقرب على سومان، لأنه هي رح تصير مرتي. أنت ليش أخذ الأمور بهالبساطة؟ يمكن يكون جرحك كتير خطير. أنت شو بيعرفك بهالقصة؟ أنا رح دق للدكتور. ماما روقي شوي، هلأ حكيت لك. سومان ضمدت لي جرح منيح وما عم يوجعني. لو إنه كان غميق أكيد كان وجعني أكتر من هيك، وما كان وقف نزيف. روقي أنا ما فيني شي، كله جرح صغير مو أكتر. أنا ما عم بفهم ليش هدول الناس هجموا على سومان وحاولوا يؤذوها. ليش هيك صار؟ ولشو؟ هالمرة مشي الحال رانفير، بس لا بقى تخاطر، مو كل مرة بتسلم الجرة. قلت إنه انضربوا فيك بسيارتين؟ طيب ما قدرت تنتبه للنمرة وتحفظها؟ ما حفظت أشكالهم؟ ما عم أتذكر نمرة السيارة، بس إيه قدرت أحفظ وجوههم كلياتهم. على كل حال خلصت القصة ومشي الحال، ما في داعي ندق للشرطة ونكبرها أكتر يعني. لا رانفير، لازم يشتكي للشرطة. بس ديفراج، في عنا مشكلة. شو هي؟ عنا مراسم عرس وفي كتير عالم جاية تحضر، وإذا الشرطة إجت أكيد ضيوفنا رح يحسوا إنه في شي وما رح ينبسطوا بالسهرة. وأنا برأيي إنه سندورا معها حق بكل حكيه. طيب إذا كلكم شايفين هيك رح نأجل الشكوى تبع الشرطة. بعد العرس ما رح نسكت أبداً على هالعملة. لا تخاف، أنا رح خبر رئيس الشرطة اليوم وخلي عنده خبر بهالحادثة يلي صارت معنا. اطمني ماما. وسومان كيفه؟ تمام، سومان كمان بخير. سندورا هلأ صح إنه رجلة تأذت شوي، بس هي منيحة المسكينة. فوق ما لاحقوها وكمان أكلت ضربة على رجلة، كيف عم تقدر تمشي عليها؟ عمتي، هذا أنتي؟ تفضلي. جبت لك شراب الكمكم حبيبي، يلا خود شراب، بركي بيطيب جرحك بسرعة. يسلموا إيديكي. عمتي نبور، إذا بتريدي خلي شامان يجيب لي الدواء، حاسس إنه كل جسمي تعبان. يا علي، من شو جسمك تعبان يا روحي؟ هلأ معنا هالقصة الكبيرة، لا تشغلي بالك فيها، بس حاسس إنه جسمي مكسر شوي. بس بترجاكي لا تروحي تخبري ماما إنه بدي أخذ دواء هلأ، لأنها رح تقلق علي كتير. ما رح تقلق. شو قصدك؟ لا ما قصدت شي، بس يعني هي ما رح ينشغل بالها. عمتي احكي لي شو القصة؟ شغلتي لي بالي؟ أنا صرت متأكد إنه في شيء ومصر حتى أعرفه. بما أنك كتير مصر تعرف شو القصة رح خبرك، بس بتوعدني إنه ما تتصرف ولا تصرف غلط وما تنتقم بعد ما خبرك. عمتي وترتيني كتير، بترجاكي قليلي شو اللي صاير.
رح أقول لك ولا حرف قبل ما توعدني، بخاف تعمل شي غلط بعدين. طيب خلص أنا بوعدك، بس احكي لي شو القصة، كتير وترتيني عمتي. القصة أنه المجرمين اللي كانوا عم يلحقوك أنت وسومان هداك اليوم، عملت اللي قلت لك عليه، صار وقت يرجعوا على البيت بقى. ليك لحد هاللحظة سندورا ما حبت سومان وما عم تقدر تتقبلها بالمرة، لهيك بعتت هدول المجرمين لحتى يلحقوكن ويحاولوا إنه يفرقوكن. عمتي أنتي من كل عقلك عم تحكي؟ كيف فيك تقولي هيك كلام عن أمي؟ لأني أنا كمان أم حبيبي رانفير، وبعرف كيف بيفكروا الأمهات كتير منيح بمستقبل أولادهم. الأم بتساوي كل شي مشان مصلحة ابنها وسعادته. طيب لأنك متأكدة من الحكي اللي قلتيه، هلأ بدنا نروح ونواجه ماما فيه. يلا. لا رانفير، أنت وعدتني إنه ما تستعجل. أنا ما بقدر أسكت على هيك شي، لك كيف بدك ياني أسكت وأنت عم تخبريني بهالمصيبة وما بدك ياني واجه أمي؟ ما بدي ياك تواجهها لأنه يمكن تفسيري يكون غلط، وما بدي يصير بينك وبين أمك مشكلة من وراي. أنا سمعت حكي على التليفون مبارح، بدي منك أنت تكتشف الموضوع، بدي تعرف على شو ناويت لك بالضبط، وتعرف كمان شو عم تفكر سندورا بسومان. سومان كتير بريئة حرام. عمتي استني شوي، بدي أسألك، أنت خبرتي حدا غيري بهالقصة؟ لحد هلأ لا. عمتي هذا الحكي ضروري إنه يضل سر بيناتنا نحن الاثنين، لأنه أي حدا بيسمع هالحكي رح يظن ظن سيء بأمي ويحكي عليها. طيب فهمت عليك. مستحيل، أمي بتحبني كتير وأنا متأكد من هذا الشيء، وبعرف إنه اللي بيحبونا ما بيحرمونا من سعادتنا، وماما بتعرف منيح إنه سومان بالنسبة إلي بتسوى الدنيا كلها. ألو؟ كيفك رانفير؟ ليك وين ما كنت تعال لعنا بسرعة. إيه؟ خير؟ شوفي صاير شي يعني؟ ما بقدر خبرك شو اللي صاير على التليفون، إذا بتريد تعال لعنا بسرعة. ماما لازم تاكلي مشان تقدري تشربي الدواء، أحسن ما تمرضي ويضعف جسمك. بعرف ما بدك ياني، بس هي العيلة بحاجتك، سانجانا وأنتارا بحاجتك تكوني معهم. ماما افتحي الباب مشانه مو مشاني. ماما بترجاكي افتحي الباب، أنا بترجاكي. خير شو صاير معك؟ عاد لأشرح لك رانفير. يا جماعة حكولي شو القصة؟ رانفير ماما متضايقة كتير، وإلا ساعتين قافلة على حالة الباب ومو راضيانة تفتح لحدا، وما رضيت حتى تاكل ولا تاخد دواها كمان. طيب وما عرفتوا ليش خالتي متضايقة لهالدرجة؟ سومان أنا شو قلت لك؟ لو شو ما صار معك وأي مشكلة بتمرقي فيها أنا رح كون واقف جنبك. خالتي هذا أنا رانفير. خالتي ليكي أي حدا مكانك رح يتصرف هالتصرف هاد، وانتي معك حق تزعلي ويخيب أملك فينا، وبصراحة حتى أمي إذا شافتهم كمان رح يخيب أملها فيني أكيد،
وبدها تزعل مني كتير، بس طبعاً أنا متأكد إنها رح تعطيني فرصة. على الأقل اشرح لها فيها كل شي صار معي، وأنا بعتبرك بمثابة أمي، ولهيك من حقي بعد ما شفتي هدول الصور إني أخذ فرصتي واشرح لك شو هي القصة كلها. لهيك يا ريت تفتحي الباب، وإذا ما عجبك كلامي ما عاد تشوفي وشي هون أبداً. بترجاكي ماما لا تفتحي له الباب. خالتي أنا ما عم أقتنع إنه أنتي ممكن تصدقي هيك صور.